أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل إذا أمر الأمراء بمعصية لا يطاعون مطلقا، أم أنهم لا يطاعون في تلك المعصية التي أمروا بها فقط؟ أما ذكرنا هذا قريبا وقلنا معنى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنه لا يطاع في المعصية، ولكن لا تنتقض بيعته، هل تجب طاعته ما دام أنه لم يخرج من الإسلام؟ نعم.